السلام عليكم يا جماعة، أنا برحب بيكم في سنة أولى في كلية الطب إن شاء الله، وبرحب بيكم في مادة من المواد المهمة جدا في كلية الطب، هي مادة علم الأدوية أو الكلينيكال فارماكولوجي. زي ما أنتم عارفين هذه المادة تتعامل مع الأدوية، والأدوية دي حاجة من الحاجات المهمة جدا لازم الطبيب يكون عارفها كويس عشان يعالج المريض بتاعه، اتفقنا؟ فإن شاء الله خلال هذا الكورس اللي هيبقى في الترم التاني كله بتاع سنة أولى مع مادة الباثولوجي وبعض المواد التانية، هتاخدوا في الفارما كل حاجة عن الأدوية اللي انتم محتاجينها. فتعال نمشي بقى ستيب باي ستيب في الكورس أو المعلومات اللي احنا مفروض نعرفها عن كورس الفارماكولوجي السنة دي إن شاء الله. أنا دكتور علاء أبو طالب من قسم الفارماكولوجي بكلية الطب جامعة عين شمس. احنا هنتكلم دلوقتي زي ما انتوا عارفين طبعا ان الفارما بتتاخد في سنة اولى وتانية وتالتة، ولكن احنا هنركز دلوقتي على المنهج او الكوريكولوم بتاع سنة اولى، ونشوف ايه الحاجات اللي هتبقى موجودة فيه وايه هي الموديولز ومتقسمة ازاي. اول حاجة عاوزين نعرفها، ودي حاجة من الحاجات المهمة جدا نكون عارفينها، اولا الفترة بتاعته قد ايه. فترة السمستر ده 16 ويكس، هناخد فيه الفارماكولوجي 16 ويكس، يعني حوالي 4 شهور تقريبا. In the same time الكريديت اورز بتاعت الفارما 2.5 ساعة. وطبعا اهم مادتين هما الفارما والباثولوجي 2.5 و3.5 كريديت اورز. طيب ايه الكونتنت اللي هتبقى موجودة جوه علم الفارماكولوجي او علم الادوية خلال سنة أولى؟ هيتقسم انتو موديولز. تعال نشوف الموديولز دي عبارة عن ايه. اول موديول هو الجنرال موديول، وده اكبر موديول فيهم، وده يشمل على حاجات كتير هنتكلم عليها الواحدة بالتفصيل شوية عشان هو ده الموديول الكبير. بعد كده بناخد موديول اسمه الانفكشن موديول، وبناخد الفارماكولوجي فيه، هنتكلم على الانتي بكتيريال دراجز اللي هم الأدوية اللي بتستخدم في علاج البكتيريا الانفكشن، أو اللي ساعات بنسميه المضادات الحيوية أو الانتيبيوتكس. طبعا هنبتدي نديكوا المضادات الحيوية، ودي من الحاجات المهمة بعد ما تكونوا عرفتوا شوية بكتيريا أسمائهم وأنواعهم في علم المايكروبيولوجي إن شاء الله. بعد ما تخلصوا الانفكشن موديول هتلاقي نفسك عارف أدوية كتير جدا احنا بنستخدمها كتير في البيت عندنا ومحدش واخد باله منها، زي مثلا الزيسروماكس اللي بيستخدموه كتير او في علاج الكوفيد 19، والاوجمنتين اللي كلنا خدناه واحنا صغيرين لغاية دلوقتي. كده احنا هنخلص الجنرال موديول والانفكشن موديول. بعد كده بنخش على الموديول الثالث اللي هو اللوكوموتور موديول، وده اخر موديول. طب هناخد في هذا الموديول ايه في الفارما؟ هناخد الاتي. نمبر 1 الانالجيسكس، هي الادويه المسكنه، المسكنات اللي احنا دايما بنستخدمها، وبرضه هتلاقيها موجوده كتيره جدا في البيت، زي بقى الفولتارين وزي البروفين وزي الكتافلام. هناخد الميكانيزم اوف اكشن، ازاي بيشتغلوا وايه الاعراض الجانبيه برضه بتاعتهم وكل حاجه عنهم. وهناخد مرض من الامراض المهمه اللي ممكن استخدم فيها المسكنات في علاجه، هو مرض الجوت، او ساعات بيسموه مرض النقرس اللي هو زيادة اليوريك أسيد. بعد كده هنتكلم على موضوع صغير كده اسمه السكيليتال ماسل ريلاكسنت، أو المواد أو الأدوية اللي بتستخدم كباسطة للعضلات، بتريلاكس العضلات لو كان فيها سبازم، مثلا رقبتك بتوجعك، ظهرك بيوجعك، فساعات بندي أدوية بيسموها باسط للعضلات أو السكيليتال ماسل ريلاكسنت. وآخر حاجة هناخده هو الانتي فانجل دراجز، او الادويه اللي بتستخدم في علاج الفطريات، زي الناس اللي بيجي لهم فطريات بين صوابعهم وبنضطر نديهم سيرتين انتي فانجل دراجز. طبعا ده حاجه ليها علاقه بالسكن، والسكن ده جزء من اللوكوموتور ميديول او في اخره يعني، اتفقنا؟ فاحنا كده عندنا 3 موديول، جنرال وانفكشن واللوكوموتور ميديول. تعال نتكلم بقى على الميديول الرئيسي فيهم اللي هو الجنرال ميديول. يا ترى هناخد فيه ايه؟ نمبر 1 هناخد فيه حاجه اسمها فارماكو دايناميك، وحاجه اسمها فارماكو كاينيتكس. ايه هو الفارماكو كاينيتك والفارماكو دايناميكس؟ هنعرف دلوقتي. بعد كده هناخد الادرينرجيك سيستم، وده سيستم ليه علاقه بالسمباثيتك سيستم. ليه سموه ادرينرجيك؟ علشان المين ترانسميتر بتاع السمباثيتك سيستم هو النور ابينفرين اللي هو الادرينالين والنور ادرينالين. طب هناخد فيه ايه ده؟ هناخد فيه الريسبتورز انواعها بقى الفا وبيتا
ودوبامين ريسبتور والترانسميتر الابنفرين والنور ابنفرين والدوبامين. انا اخد الادويه اللي بتشتغل زي الاستيميوليشن اوف سمباثيتك نيرفز، او اللي بتعمل الاكشن بتاع السمباثيتك نيرف شبهه اللي بنسميهم السمباسومايميتكس، وهناخد بعد كده الادويه العكس بقى اللي بنسميها السمباسوليتكس اللي هم الادويه اللي بيمنعوا الاكشن بتاع السمباثيتك سيستم، وهم الفا وبيتا بلوكرز. والبيتا بلوكرز من الحاجات المهمه جدا في الادرينرجيك سيستم. يبقى احنا في الادرينرجيك سيستم اتكلمنا عن الريسبتورز والترانسميترز والادويه اللي بتشغل واللي بتمنع الاكشن بتاع السمباثيتك سيستم. بعد ما هنخلص السمباثيتك سيستم هنخش بعد كده على الكولينرجيك سيستم. هنمشي بنفس الطريقه، الاول هنتكلم عن الريسبتورز والترانسميترز. طبعا كلنا عارفين الريسبتورز في الكولينرجيك سيستم هو ايه، المسكرينك والنيكوتينك، والترانسميتر واحد بس هو الاسيتايل كولين، غير الادرينرجيك سيستم اللي فيه الريسبتورز اكتر وترانسميتر اكتر. هناخد في الكولينرجيك سيستم برضو الادويه اللي بتشتغل زي الباراسمباثيتك سيستم اللي بنسميها الكولينوميميتك، بتعمل اكشن شبه الاكشن بتاع الاسيتايل كولين، والادويه اللي عكس الاسيتايل كولين اللي بنسميهم الانتي كولينرجيك دراجز، زي الادويه اللي بتقفل المسكرينك ريسبتور الاتروبين. وعشان الاتروبين ليه اعراض جانبيه كتير تطلعنا ادويه اسمها اتروبين سبستيتيوتس او بدائل الاتروبين. يبقى في الجنرال مديول بقى عندنا الدايناميك والكاينيتيك والادرينرجيك والكولينرجيك. اتفقنا؟ تمام. تعالى بقى نتكلم دلوقتي على الجنرال مديول، اول حاجتين فيهم ودول اللي هنبتدي بيهم، وعشان كده هقول فيهم جزء من التفصيل شويه. الفارماكو داينامكس والفارماكو كاينيتكس، ايه الفرق بينهم؟ لو تخيلت ان ده دواء انت خدته وده جسمك، اتفقنا؟ انت ما بتاخد الدواء بيأثر على جسمك وبيغير في الفانكشن بتاعت جسمك. فمثلا ممكن الدواء يزود الهارت ريت او يقلل الهارت ريت، الدواء يوسع الشعب الهوائية او ضيقها. تأثير الدواء على الديفرنت اورجنز بتاعت جسمك هي دي اللي بنسميها الفارماكو داينامكس. ده كلام سهل. طب يا ترى هل الجسم بتاعنا ممكن يأثر على حركة الدواء جواه؟ يعني ما الدواء يخش جوه الجسم، هل الجسم ممكن يتحكم في الحركة بتاعته، في امتصاصه، في انتشاره؟ وده موضوع مهم اسمه الفارماكو كاينيتكس. يبقى ما اجي اسألك بقى الفارماكو داينامكس هي ايه؟ تأثير الدواء على الجسم، اما الفارماكو كاينيتك تأثير الجسم على الدواء. اتفقنا؟ طيب تعالى نمسك ايتم ايتم من دول بقى ونقول ايه كلمتين صغيرين في كل واحد فيهم. ففي الفارماكو دايناميك هنتكلم على اربع حاجات: المود اوف اكشن اوف ذا دراج، او الميكانيزم اوف اكشن، الدواء بيشتغل ازاي. حاجه اسمها الدوز ريسبونس كيرف، العلاقه بين الدوز بتاع الدواء والجرعه وتاثير هذه الجرعه او الريسبونس او الايفكت. ايه الحاجات الفاكتورز اللي ممكن تاثر على تاثير الدواء او تأثر على الريسبونس بتاع الدواء جوه جسمي، وايه الاعراض الجانبيه اللي ممكن تحصل من الدواء. تعالى نمسك واحد واحد من الاربعه ايتمز الموجودين في الفارماكو داينامكس ونتكلم عليهم عشان نفهم احنا بنتكلم على ايه في الفارماكو داينامكس. تعالى الاول نتكلم على الميكانيزم اوف اكشن او الدواء بتاعنا هيشتغل ازاي. الدواء عنده سكتين، اهم سكه بالنسبه له انه يروح يتحد بالريسبتور او المستقبلات ويعمل الاكشن بتاعه، وده المين اكشن. وتخيل ان الرسمة دي ان الدواء هو ايه؟ المفتاح، والريسبت والقفل هو الريسبتور. اتفقنا؟ طيب الدواء او الدراج ما بيخش او بيمسك في الريسبتور ويعمل الميكانيزم بتاعه، ممكن يعمل ايه؟ ممكن يمسك في الريسبتور ويفتحه، وفي الحالة دي هيبقى اسمه اجونست. ممكن يمسك في الريسبتور وما يقدرش يعمل فيه حاجة، كأن المفتاح ما فتحش القفل، وفي الحالة دي بيسموها انتاجونست. وهنعرف بقى طبعا حاجة اسمها الافينيتي والافيكاسي، ونعرف امتى يبقى اجونست وامتى يبقى انتاجونست، وفي انواع تانية كمان من الانتر اكشن بتوين الدراج والريسبتور. ولكن دي طريقة من الطرق اللي الدواء بيشتغل عن طريقها، اسمها الريسبتور ميدييتد ميكانيزم اوف اكشن، وهناخده بشيء من التفصيل. هل يا ترى في ميكانيزمات تانية ممكن الدواء يشتغل عن طريقها؟ يبقى ده المود اوف اكشن بتاع الدواء ده. ايوه طبعا ممكن يشتغل عن طريق
انزايم. الاسبرين بيشتغل عن طريق انزايم، ممكن يشتغل عن طريق شانلز، ادويه بتقفل الصوديوم شانلز او بتقفل الكالسيوم شانلز او بتاثر على البوتاسيوم شانلز. ممكن يشتغل على حاجه انترا سيلولار زي الميتوكوندريا، وهناخد دواء بيستخدم في علاج النقرس او الجوت بيشتغل عن طريق الميتوكوندريا والمايكروتوبيولز، الحاجات الانترا سيلولار. اتفقنا استراكشر. يبقى احنا كده ممكن نقسم المود اوف اكشن اوف دراج، يا اما ريسبتور ميديتد يا نون ريسبتور ميديتد، والنون ريسبتور انواع كتير قوي، هناخد بعض الامثله البسيطه منها. بعد المود اوف اكشن هنتكلم على الدوز ريسبونس كيرف، وزي ما احنا قلنا دي علاقه بين الجرعه وتاثيرها، ودي علاقه رياضيه، وعشان كده هنرسم جراف سهل جدا هنرسمه. وخدوا بالكم الموضوع ده مهم لانه انتوا هتاخدوه في العملي، والعملي بتاعنا اسمه المايكرو لاب، بتشتغلوا عليه على الكمبيوتر، وانزل لكم برضو فيديو صغير يعرفه لك بحيث ان تبقى فاهم الدنيا بتاعت العملي ايه، وهناخده وهيبقى موضوع سهل ومن الموضوعات اللي مفيش فيها اي مشكله. اتفقنا؟ الدوز ريسبونس كيرف هنطلع منه بقى حاجه اسمها الافيكاسي وحاجه اسمها البوتنسي، ونقارن الادويه مع بعض، وهنطلع حاجه اسمها الاي سي 50 وحاجه اسمها الال دي 50 وحاجه مهمه جدا اسمها ثيرابيوتيك اندكس. فده من الموضوعات اللي في الفارماكو دايناميك اللي فيها ماثماتيك شويه بسيطه وسهله ومهمه جدا في العملي والنظر. بعد كده هناخد الفاكتورز موديفاينج الدراج ريسبونس. الفاكتورز موديفاينج دراج ريسبونس يعني ايه؟ الحاجات اللي ممكن تاثر على الريسبونس او الايفكت بتاع الدواء جه وجسمك. طبعا في فاكتورز كتير جدا، هنقول لكم امثله بس عشان نتخيل هنتكلم على ايه في الفارما، والكلام طبعا هيتشرح بالتفصيل ان شاء الله في الفيديوهات. فمثلا كلنا عارفين ان ممكن من الحاجات اللي تاثر على الريسبونس اوف ذا دراج السن او الايدج، الاطفال الصغيرين والكبار، او الصغير لسه الاورجانز بتاعته لسه اماتيور ومحتاج جرعه صغيره. طب الكبير قوي الاورجان تعبت ومحتاج برضه جرعه صغيره، امال مين اللي بياخد الجرعه الكامله؟ هو الادلت. فلو الفرق بين في الايدج بيأثر على الريسبونس اوف ذا دراج. لو جبت واحد صغير طفل صغير واديت له جرعه الادلت اكيد هتبقى جرعه كبيره وتعمل له ريسبونس غير متوقع، وهكذا. الجندر الميل والفيميل مختلفين، ان الهرمونز بينهم مختلفة، ممكن يكون الافكت مختلف تماما. بعض الادوية تأثيرها في الميل مختلف عن تأثيرها في الفيميل، وهنعرف الكلام ده بالتفصيل بعد كده. ممكن برضو حاجة اسمها البلاسيبو، ما اعرفش تسمعوا عنها ولا، بعض الادوية اللي هي سايكولوجيكال افكت، بمعنى ايه؟ عندما بتاخد الدواء وانت مقتنع ان الدواء ده هيجيب نتيجة، الريسبونس بتاع الدواء بيبقى ايه؟ مختلف. طبعا مش في كل الامراض، ولكن في بعض الامراض بالذات الامراض اللي لها علاقة بالسايكولوجي بتاعك، سايكولوجيكال فاكتور يعني. اتفقنا؟ ولو واحد جاب قال لك الدواء ده حلو جدا جايبه من بره من امريكا وبيضيع الصداع، هو بيضيع الصداع بس هو قال لك شوية كلام كده عمل لك بلاسيبو افكت، او ما تاخد الدواء وتقول اه ده الدواء ده ضيع لي الصداع قوي، ده نايس انالجيسيك، غير خالص الدواء اللي احنا بناخده من مصر. ده بيسموه البلاسيبو افكت، وبرضه هنتكلم عليه. ده البلاسيبو افكت ده افكت مش فارماكولوجيكال، مش تأثير المادة الفعالة، ولكن تأثير السايكولوجي للمريض. بيحس بيه ما يجي ياخد دواء، يا اما جاي بقى من بره، يا اما الناس بتقول لي حلو، او واخده من طبيب انت مقتنع بيه. اتفقنا؟ لو انت مقتنع بالطبيب بتاعك هتاخد الدواء ويمكن يعمل ريسبونس اكتر من اي حاجه ثانيه. طيب برضو لو في الاورجنز اللي بتخلصنا من الدواء فيها مشكله ممكن تغير الريسبونس اوف ذا دراج. ممكن لو العيان عنده باثولوجيكال بروبلم في الليفر الدواء مش هيتكسر فتأثيره يزيد، صح؟ الكلى لو تعبانة برضو ممكن ما تخلصناش من الدواء بسرعة وبالتالي تأثيره يختلف. ممكن التولرنس التعود، في كتير قوي مننا بياخد الدواء وبعد شوية يقول لك انا باخد نفس الدواء بنفس الجرعة ما بيجيبش نتيجة يا دكتور، ده جاله تولرنس اتعود على الدواء. هنعرف اسبابه وهنعرف الميكانيزمات بتاعته وازاي مينيمايز هذا الموضوع، ودي من الموضوعات المهمة جدا اللي بتيجي في الامتحان كتير قوي. ممكن برضو من اللي بيغير الريسبونس بتاع الدراجز
الاذر دراجز يعني ايه؟ الادويه ممكن تغير الريسبونس بتاع ادويه تانية. ازاي؟ الادويه دي، بعض الادويه بتاعتنا ممكن تاثر على انزيم معين موجود في الليفر اسمه السيتوكروم بي 450. الانزيم ده بيكسر معظم الادويه، فلو انت خدت دواء بيتكسر عن طريق هذا الانزيم وخدت معاه ادويه تانية بتاثر على نشاط هذا الانزيم، يا اما تزود نشاطه يا اما تقلل نشاطه، اكيد هتاثر على تكسير الدواء التاني، وبالتالي يا الافكت بتاعه يزيد يا الافكت بتاعه يقل، زي ما هنشوف. وده برضو من الموضوعات المهمه جدا. يبقى من الفاكتورز موديفاينج دراج ريسبونس، دي من الحاجات المهمه. هنعرف الايج ازاي بيأثر، وازاي تحسب الجرعه بتاع طفل صغير، ليه الميل والفيميل بيفرقوا عن بعض، ايه موضوع البلاسيبو افكت، هل الباثولوجيكال كونديشنز في الاورجانز بتاعتك ممكن تغير الريسبونس اوف ذا دراج، ايه موضوع التولرانس او التعود على الدواء، وده مهم جدا، وايه موضوع الادويه اللي بتزود او بتعمل اندكشن للسيتوكروم، والادويه اللي بتعمل انهيبيشن للسيتوكروم، وازاي الادويه دي هتموديفاي الدراج اكشن. الموضوع الرابع هو الادفرس دراج رياكشن او الاعراض الجانبيه. في انواع كتير جدا من الادفرس دراج رياكشن زي ما كلكم عارفين، او الاعراض الجانبيه، ولكن هنقسمها بطريقه معينه وهتعرفوها كلها، بس انا بقول لكم على امثله. فمثلا في مرض مشهور جدا اسمه الفافيزم او انيميا الفول، وده عيانين بيبقى عندهم مشكله في انزيم معين في جسمهم، لو خدوا دواء معين تجي لهم مشكله معينه. فمثلا الاسبرين لو خدوا واحد ما عندوش انزيم اسمه جي 6 بي دي، يعني عنده ديفيشنسي في جلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجينيز انزيم، هيحصل له ايه؟ هيموليسيس في الار بي سيز. حد مننا ما طبيعي بياخد اسبرين بيجي له هيموليسيس في الار بي سيز؟ لا. والناس دول برضو ما عندهم مشكله مش بس في الادويه، ولكن مشكله في الاكل، لو كلوا فول بيجي لهم هيموليسيس في الار بي سيز، وعشان كده بيسموه انيميا الفول. الهيموليسيس تكسير الار بي سيز هيعمل له انيميا، وطبعا احنا ما بناكل فول ما بيجيلناش انيميا، صح ولا لا؟ عشان احنا ما عندناش ديفيشنسي في جي 6 بي. ده نوع معين من الادفرس افكتس بنسموه الفارماكوجينيتيك ادفرس افكتس، ودي من الحاجات المهمه جدا في الفارماكوديناميك وبتيجي في الامتحان كتير. الالرجي والهايبر سنسيتيفيتي، في بعض الناس بياخدوا الادويه تجي لهم حساسيه، كلنا عارفين الحكايه دي، وفي ادويه مشهور عنها ان اللي هي حساسيه زي الاكل بالظبط. في بعض الناس عندهم حساسيه من الاكل، وفي ادويه معينه، قصدي في اكلات معينه مشهور عنها انها بتعمل حساسيه، زي مثلا الفراوله والموز والبيض وهكذا. بس مش كل الناس عندهم حساسيه من الادويه، ومش كل الناس عندهم حساسيه من الاكل. اتفقنا؟ طيب، برضو من الحاجات المهمه قوي في الادفرس افكتس التراتوجينيستي، اللي هي الادويه اللي ممكن تعمل عيوب خلقيه لو اتخذت during pregnancy في واحده ست حامل، وده مشهور، او ده بيبي صغير عنده ايه الشفه الارنبيه او بيسموها الهار ليب، ودي نتيجه اخدان دواء مشهور او من الادويه اللي بتستخدم في علاج الصرع او الابليبس. الحاجات دي كلها تاخدوا انواعها بتاعت الادفرس افكتس، ودي من الحاجات المهمه جدا في الفارماكو داينامكس. عشان نلخص الادفرس افكتس، عندنا حاجات كتير قوي وهتلاقوا عارفينها كده A B C D E عشان نحفظها بطريقه اسهل. انا ممكن تيجي لك سؤال في الامتحان اس كويشن، وزي ما هتعرفوا دلوقتي ان احنا عندنا السنه دي ممكن نمتحن اخر السنه اسئله اسي او شورت كويشن صغيره. اتفقنا؟ تمام. الموضوع الثاني اللي موجود في الجنرال موديول هو الفارماكوكاينيتكس. احنا اتفقنا ان الفارماكوكاينيتك ده تاثير مين على ايه؟ تاثير فيري جود الجسم على الدواء. طب هيأثر عليه ازاي؟ تعال نشوف. انا خدت دواء كويس، يا اما خدته اورالي فيحصل له امتصاص، او عن طريق يعني الاستومك او الجي اي تي، ممكن اخده عن طريق الانهاليشن، اخده بادخله احطه بقي ويخش عن طريق اللنج، ممكن يتاخد حقن انجكشن بقى في العضل انترا ماسكولار تحت الجلد سبكوتينيوس. ها، ففي عندي طرق مختلفة ان انا اخد الدواء. الطرق المختلفة اللي باخد بيها الدواء بيسموها الروت اوف ادمنستريشن اوف ذا دراجز، وده موضوع من الموضوعات اللي هتاخدوها في العملي بالتفصيل.
طيب انت خدت الدواء ها بأي طريقة، هو المفروض يروح فين بقى؟ يخش البلاد ستريم، الحركة بتاعت الدواء من الحتة اللي انت خدت فيها الدواء اللي احنا سميناه ايه؟ ها السايت اوف ادمنستريشن او الروت اوف ادمنستريشن انتو ذا بلاد ستريم، الحركة دي يسموها الابزوربشن. يبقى الموفمنت اوف ذا دراج من السايت اوف ادمنستريشن عن طريق روت معين من دول او في غيرهم كتير طبعا انتو ذا بلاد ستريم يسموه الابزوربشن. الدواء كده وصل فين؟ البلاد ستريم. هيحصل ايه بعد كده؟ هيبتدي يتحرك للديفرنت اورجانس بتاعت جسمي، البرين واللنج والليفر والستومك، تاني يرجع تاني يروح للجي اي تي، يروح للكيدني، يروح للانتستين، يروح للهارت، يروح لللنج، للاماكن دي كلها. الحركه بتاعت الدواء من البلاد ستريم للديفرنت اورجانز يسيب البلاد ويروح للتيشو بقى، يخش جوه السيل او حوالين السيل، الحركه دي بيسموها الديستريبيوشن. اتفقنا؟ فيري جود. طيب بعد كده الدواء وصل انتو الاورجانز، الجسم بيخلص من الدواء بعد كده ويعمل له حاجه اسمها اليمينيشن، صح؟ طيب الاليمينيشن بيحصل له ان تو بيج اورجانز، الليفر والكيدني. لو الدواء راح للليفر وكسره وطلعه بره جسمين عن طريق البول يسموا الحكايه دي ميتابوليزم. يبقى الميتابوليزم ان الدواء او جسمنا خلص من الدواء بتكسيره الماده تنزل في البول. طب لو الماده ما بتتكسرش في الليفر، وهنعرف مين المواد اللي ما بتتكسرش في الليفر، اللي هيخلصنا من الماده دي هي الكيدني، وتنزل زي ما هي في البول، ويسموا الحكايه دي اكسكريشن. يبقى الاليمينيشن عندنا حاجتين، ميتابوليزم واكسكريشن. ميتابوليزم في الليفر او ساعات يسموها البايو ترانسفورميشن، واكسكريشن في الكيدني لو الدواء نزل زي ما هو. اللي انا قلتهم دول هي الابزوربشن والديستريبيوشن والميتابوليزم والاكسكريشن، هم الاربع حاجات اللي هناخدهم بالتفصيل في الفارماكوكاينيتكس، وعشان نلخصهم بنقول عليهم ADME، absorption distribution metabolism واكسكريشن. والميتابوليزم والاكسكريشن مع بعض ساعات بيسموهم الاليمينيشن. اتفقنا على الكلام ده؟ كده احنا قلنا كلمتين صغيرين عن الفارماكو دايناميك والفارماكو كاينيتكس، ايه اللي هندرسه؟ انا ما شرحتش حاجه، احنا بس بنقول ايه اللي هندرسه، وده حاجه من الحاجات المهمه وموضوع من الموضوعات المهمه. تعالى بقى نتكلم بعد كده على الامتحان. الامتحان عندنا في عندنا طبعا assessment exams وعندنا الفاينل exam. الاسسمنت exam بيبقى فيه two assessment exam، اتنين، اتفقنا؟ وفي فاينل exam بعد ما بتخلص الموديول. طب ايه طرق الاسئله اللي هنمتحن فيها؟ معظم الاسئله في الاسسمنت exam هتبقى ام سي كيو. طب اخر السنه في الفاينل، مش قصدي في الفاينل exam اللي في اخر الموديول، ها هيبقى اسي او شورت اسي او اسي كويشن قصيره، حاجه تكتب كده باراجراف صغير 4 5 اسطر، وكمان ام سي كيو. فالام سي كيو تقريبا بتمثل 60-70% من الاسئله والباقي شورت اسي. ناخد بالنا بقى من مشكله الشورت اسي، ودي بدايتها السنه دي، يعني احنا السنه دي في سنه اولى في الفارما، يمكن اول سنه هنطبق فيها موضوع الشورت اسي، ودي بتخليك او المشكله الاساسيه فيها موضوع الانجليزي language، فلازم تتعلموا language، ولازم هتلاقيني معظم الوقت انا بتكلم بالانجليزي عشان تتعلم وتحفظ الكلام بالانجليزي، ان احنا هنقول لك اكتب بالانجليزي مش بالعربي، فانا في الاول بترجم لك شويه كلام بالعربي عشان بس تخش في المود، اما بعد كده المفروض الكلام يبقى كله انجليزي، otherwise مش هتعرف تكتب حاجه في الشورت اسي. وما تنفعش بقى انك تذاكر كده تقرا حكايات، ما تنفعش، لازم تقرا وتبقى عارف البوينتس، ودي تتكتب ازاي ودي تتكتب ازاي، ودي حاجه طبعا يعني هتبتدي تفهموها وتعرفوها وتتدربوا عليها ان شاء الله خلال الموديول. اتفقنا؟ تمام. الجنرال موديول زي ما احنا اتفقنا، في عندنا فارماكو دايناميك وكاينيتيك وادرينيرجيك وكولينيرجيك.
خلينا نعرف، طالما بنتكلم على الامتحانات، اول امتحان او اول اسسمنت في الجنرال مديول الاولاني هنبتدي بيه ده هيبقى واصل لغايه فين؟ هياخد الدايناميك والكاينيتيك ونص الادرينرجيك لغايه السمباسو مايميتيك، مش هيخش الالفا والبيتا بلوكرز. الكلام ده لو حصل زي السنه اللي فاتت يبقى الفيرست اسسمنت لغايه السمباسو مايميتكس، ده لو حصل زي السنة اللي فاتت، ولو زي السنة اللي فاتت هيبقى الامتحان بعد 3 أسابيع، آخر يعني 3 أسابيع في آخرهم يوم السبت بعد انتهاء ال3 أسابيع هتلاقي الامتحان بتاع الفيرست اسسمنت، ودي حاجة لازم ناخد بالنا منها. ده معناه إيه؟ إن الوقت بتاعنا شوية مزنوق. اتفقنا؟ فيري جود. طيب لو احنا بقى عاوزين ندرس فارما، احنا هندرس الفارما عندنا بطريقتين، اونلاين كورس، وانا عندي السايت بتاع المخصوص بتاع الفارماكولوجي بتاعي اسمه الفارماكولوجي ان كابسولز، اتفقنا، او اوفلاين كورس يعني هتاخده في فيس تو فيس في السنتر. ده اوبشن وده اوبشن، ده ليه ميزة وده ليه ميزة، ولكن نصيحتي انك في الاول لازم تبقى اوفلاين فيس تو فيس عشان تتعود على طريقتي وتعرف النظام بتاعي، وبعد كده ما تيجي تخش على الاونلاين وهتلاقيه موجود دايما بعد الايه الدرس اللي هو فيس تو فيس، هتلاقيه بعد كده موجود اونلاين وتقريبا بنفس الطريقه، فهتلاقي نفسك سمعت الكلام مرتين وحفظته وبقيت زي الفل. اتفقنا؟ تمام. الفارماكولوجي انكابسول اللي هو الاونلاين بتاعنا مترتب كويس جدا، وهتلاقي فيه حاجات كتير قوي. هتلاقي فيه اول حاجه وايت بورد فيديوز، اتفقنا، فيديوهات متصوره كانك بالظبط قاعد في الدرس بالظبط على البورد وشايفني، والاي كونتاكت دي حاجه مهمه جدا بيني وبينك، كل كلام هتلاقيه واضح. وهتلاقي فيديوهات شورت معظمها اقل من نص ساعه، ساعات بيزيدوا شويه لو الموضوع على بعضه، الصوت واضح جدا، ممكن تتحكم في الموقع بتاعنا المميز جدا في السرعه تقللها او تزودها، طبعا مفيش حد بيقلل غالبا بيزوده، ما بتلاقي الكلام ماشي، والكواليتي ممكن تقللها وممكن تخليها طبيعيه، بتقللها ساعات لو مش عاوز تستهلك انترنت كتير. فاول مجموعه من الفيديوهات هتبقى فيديوهات الشرح على الوايت بورد، وهقول لكم على مثال دلوقتي هنشوف مع بعض مثال منه. اتفقنا؟ الحاجة التانية اللي تلاقيها موجودة اللي هو الجزء بتاع الأسئلة، هتلاقي في عندنا MCQ، هتلاقي الMCQs دي موجودة بطريقتين، يا إما PDF فايل تنزله عشان تحله وهتلاقي في الآخر الإجابات بتاع يعني الكيز بتاعته لو هي MCQ، وهتلاقي كمان فيديو أنا بحل الMCQ معاك وبشرحها لك، فأنت عندك الاتنين. في نوع تاني من الأسئلة اللي هي الشورت إيسي، وغالبا الشورت إيسي دي هجيب لك الأنسر بتاعتها معاها، فتقدر تمشي نفسك في الشورت إيسي اللي فيها مشكلة، ودي غالبا هتبقى زي ما احنا قلنا في الإند أوف مديول مش في إيه الأسسمنت غالبا يعني. طبعا الكلام ده هيبقى باين قبل الامتحان. طيب برضو هنعمل من حين لآخر بعد ما نخلص، كل ما نخلص جزء من المنهج بناخد حاجة اسمها اونلاين فورماتيف اكزام، بنخش على الموقع ببعت لك لينك فيها فورماتيف اكزام، 10 أسئلة MCQ مثلا انت بتحلها كمثال للأسئلة اللي بتيجي في الامتحان. طبعا زي ما انتوا عارفين ده نظام احنا حتى ماشيين عليه في الكلية عندنا في الموديول بتاعنا، بنعمل فورماتيف اكزام. تعال نشوف مع بعض مثال لأهم حاجة طبعا في الاونلاين كورس، هما الوايت بورد فيديوز اللي بتشرح الفارما، وهي متقسمه، هتلاقي متقسمه بقى حاجات لها علاقه بالابسوشن، حاجات مش عارف لها علاقه بالدوز ريسبونس كيرف، متقسمه بالترتيب زي بالظبط الايه البي دي اف بتاعك او النوتس بتاعتك. فتعال نشوف مثال. الاوتونوميك نيرفس سيستم whether it is adrenergic alpha و beta و دوبامين يا كولينيرجيك ماسكارينيك ونيكوتينيك بالسب تايبس بتاعهم، صح؟ ايه الموليكولار ميكانيزم اوف اكشن بتاعه؟ ما الريسبتور ده بيبقى اكتيفيتد
ايه اللي بيحصل جوه السيل في سيجنال ترانسدكشن، وهرسم الرسمه اللي انا رسمتها قبل كده وهقولها تاني علشان الكلام ده مهم عندنا في الادرينرجيك سيستم. انا هتكلم على الموليكولر ميكانيزم اوف اكشن اوف ستيميوليشن اوف ريسبتورز. انا كل انواع الادرينرجيك ريسبتورز والماسكارينيك ريسبتور بتوع الكولينرجيك كلهم جي بروتين لينكد ريسبتور، ماليش دعوه بالنيكوتينيك ريسبتور بتاع الكولينرجيك ده اكت از ايون شانل. عندنا ثلاث انواع من الجي بروتين، جي اس وجي اي وجي كيو. ده نوع الجي بروتين اللي انا كاتبه، يبقى ده نوع الجي بروتين. معايا؟ الافكتور بقى بيختلف، معظمهم بيبقوا انزيمز او تشانل، واحنا هناخد مثالين اهم. الانزيم ده اسمه الادينايل سايكليز، والانزيم ده اسمه فوسفولايبيس سي، وانا قلت لكم هما بيسموا دي جي كيو عشان تبقى فيها الافكتور بيبقى فيه فوسفيت. معايا؟ طيب الادينايل سايكليز بيكسر الاي تي بي ويحولها لماده مهمه جدا اسمها سايكليك ام بي. معايا؟ الفوسفولايبيز اي 2 بيكسر ماده اسمها البي اي بي 2 لحاجتين، حاجه اسمها الاي بي 3 وحاجه اسمها داج، والاختصارات دي موجوده في الجنرال في الدايناميك، انا مش مهتم انك تحفظ الاختصارات قوي. اتفقنا؟ طيب بيسموا بقى السايكليك ام بي والاي بي 3 والداج السكند ميسنجر. يبقى ده الجي بروتين وده الافكتور وده السكند ميسنجر. طيب السكسنايل السايكليك ام بي بقى بياكتيفيت انزيم بيسموه البروتين كاينيز، والبروتين كاينيز دي زي ما انتم عارفين بتعمل فوسفوريليشن لحاجه، والحاجه دي هي اللي بتعمل الاكشن بتاع الريسبتور. فوسفوريليشن لحاجه، دي نقطه مهمه. ايه الحاجه دي بقى؟ هناخد امثله. طيب الاي بي 3 دي اللي انا مهتم بيها هنا في الحته دي، دي بتطلع كالسيوم من مخزنه، مخزنه بيسموه ساركوبلازميك ريتيكولم، فبيطلع كالسيوم، دي معلومه مهمه. يبقى ده بيعمل فوسفوريليشن وده بيطلع كالسيوم. هل معنى كده انه لازم الافكتور ده يكون ايه؟ يكون انزيم؟ لا، ده ممكن يكون ايون شانلز، وهقول لكم على مثال واحد. اتفقنا؟ طيب تعال نحط بقى الريسبتورز. هنحط هنا البيتا 1 والبيتا 2 والدي 1، يعني البيتا كلها والدي 1. هنا هنحط الزوجي الالفا 2 والام 2، صح؟ وهنا نحط الفرد اللي باقيين الفا 1 ها والام 1 والام 3. كده انتوا عرفتوا كل الريسبتورز بتاعت الاوتونوميك نيرفس سيستم تشتغل ازاي. فلو سالتك الالفا 1 لينكد تو ايه، هتقول لي القصه دي. البيتا 1 القصه دي، الالفا 2 والام 2 القصه دي. ولكن دول كلهم جي اس هيستيميوليت الادينايل سايكليز يزودوا السايكليك ام بي. طب دول جي اي هينهبت الادينايل سايكليز يقلل السايكليك ام بي. معايا؟ طيب الام 2 دي ليها اكشن تاني، انها بس سوري هي مش مفروض تبقى كده، انها عن طريق الجي اي دي بتستيميوليت بوتاسيوم شانلز وتطلع ايه بره؟ البوتاسيوم اللي هو ايه؟ حاجه بوزيتيف. لو طلعت حاجه بوزيتيف لبره السيل بتعمل جوه السيل هايبر بولاريزيشن، ودي دايما بتبقى انهبيتوري. فما اجي اقول لك الام 2 انهبيتوري ليه؟ ان شاء الله في الباراسمباثيك كولينرجيك بنيجي ناخده تقول لي بطريقتين، ياكتيفيت الجي اي تينهبت الادينايل سايكليز فيقلل السايكليك ام بي وده انهبيتوري، يا اما يفتح البوتاسيوم شانل ويطلع بوتاسيوم ويعمل هايبر بولاريزيشن برضو انهبيتوري. وده مثال لريسبتور بيشتغل الافكتور بتاعه ها مش انزيم، ايون شانلز. برضو في تكه صغيره عاوز اقول لكم عليها هنا، موضوع الام 3 دي. الام 3 دي جي كيو فوسفولايبيز اي بي 3 يطلع كالسيوم، فانت متوقع الام 3 تعمل كونتراكشن في كل السموث ماسل. كلنا عارفين السموث ماسل هي الماسل اللي مش ماسكه في السكيلتون بتاعنا، مش السكيلتال ماسل. معايا؟
طيب ال M3 بقى لقيناها في ال blood vessels بتعمل فازو دايلاتيشن. ليه؟ انها بتطلع ماده اسمها النيتريك اوكسايد، والنيتريك اوكسايد اللي بيطلع من الفاسكولار اندوثيليوم بيعمل ايه؟ بيستيميوليت الجوانايل سايكليز انزيم فيكون ماده اسمها السايكليك جي ام بي، والسايكليك جي ام بي هنا بقى في الحاله دي بيقلل الكالسيوم. يبقى خدوا بالكم الام 3 في كل السموث ماسل هتزود الكالسيوم الا في البلاد فيسلز هتقلل الكالسيوم عن طريق الميكانيزم ده، والكلام ده هنقوله تاني في الكولينرجيك سيستم. اتفقنا على الكلام ده؟ فيري جود. طيب تعالى بقى نطبق كلمتين صغيرين كده في السمباثيك. تعالى على ايه؟ على البيتا 1 ريسبتور. البيتا 1 ريسبتور دي انا هرسمها اهو، دي موجوده في الهارت اتاش تو جي اس ادينايل سايكليز هيعمل له ستيميوليشن فيقوم مكون سايكليك اي ام بي. السايكليك ام بي بقى بياكتيفيت بروتين كاينيز يقوم عامل لك فوسفوريليشن. فوسفوريليشن لايه بقى؟ لحاجه مهمه جدا اسمها ايه؟ الكالسيوم شانلز. اول ما تعمل فوسفوريليشن للكالسيوم شانل لو عملنا ستيميوليشن للبيتا 1 هيخش ايه؟ كالسيوم. ودخول الكالسيوم جوه القلب بيزود كل الفانكشنز بتاعت القلب، يزود اول كاردياك بروبرتيز، كل الصفات بتاعت القلب. واكيد سمعتوا وهتسمعوا بعد كده صفات القلب، كونتراكشن بتاع العضله بتاعته، الهارت ريت اللي هو معدل الضربات في الدقيقه، وكمان الكوندكشن او ترانسميشن اوف امبلس زي ما هنشوف. اتفقنا على الكلام ده؟ يبقى هنا بقى ما اقول لك ان البيتا 1 اجونست دول هيعملوا ايه في الفانكشن بتاعت القلب؟ هيزودوا كل الكاردياك بروبرتيز، انهم بيزودوا الكالسيوم انفلكس بالميكانيزم اللي انا قلته ده. خلينا نفهم بقى الفسيولوجي والفارما كويس. خلصنا من ده نمسحه. تعالى ناخد المثال الثاني الالفا 1 ريسبتور. الالفا 1 اتاش تو جي كيو بي اي بي 2 تنتهي القصه بالاي بي 3 اللي بيطلع ايه؟ كالسيوم، صح؟ طب خروج الكالسيوم هيعمل ايه في السموث ماسل؟ هيعمل في السموث ماسل كلها كونتراكشن. فتتوقع ان الالفا 1 تعمل فازو كونستريكشن، ولو عملت انقباض في البلاد فيسلز اللي احنا بنسميها الاوعية الدموية الطرفية هيعلى البريفرال ريزيستنس، ولو عليت البريفرال ريزيستنس ضغط المريض هيعلى زي ما هنشوف. فده برضو ميكانيزم ناخد بالنا منه وهنقوله مليون مرة بعد كده. الميكانيزم التالت دي كلها تجمعات، البيتا 2. البيتا 2 فين هنا؟ البيتا 2 هنا، صح؟ ادي البيتا 2 اهي، وادي الجي اس، وادي الادينايل سايكليز، هيزود السايكليك ام بي، صح؟ وهيعمل فوسفوريليشن، صح؟ هنا بقى البيتا 2 هتلاقيها موجوده في السموث ماسل. تعمل ايه؟ لو عملت فوسفوريليشن في انزيم في السموث ماسل اسمه مايوسين لايت تشين كاينيز، الشهير عندنا في الفارما بالملك، مايوسين لايت تشين كاينيز. هذا الانزيم لو عملت له فوسفوريليشن هتعمل له انهبيشن. الانزيم ده، الانزيم ده هو اللي بيعمل ايه؟ انقباض. يبقى لو ضربته بالبيتا 2 هيحصل انبساط، هينبسط مش هيبقى مبسوط، يعني هيعمل ريلاكسيشن. اتفقنا؟ فما اجي اقول لك البيتا 2 اللي موجوده في البرونكيولز في الشعب الهوائيه لو عملت لها ستيميوليشن هتزود السايكليك ام بي، تعمل فوسفوريليشن، تضرب الميلك انزيم اللي بيعمل كونتراكشن، يحصل ايه في البرونكيول؟ ريلاكسيشن، توسع الشعب الهوائيه والهواء يخش احسن
وعشان كده البيتا 2 أجونست بستخدمهم في علاج البرونكال أزمة. الرابع ده مثال مشهور قوي او ليه فيديو من الفيديوهات بتاعت الادرينرجيك سيستم، وبيشرح شويه فيسيولوجي عشان نفهم الفارماكولوجي كويس، والكلام اللي انا بقوله ده بيجي في الامتحان. كده احنا اتكلمنا على حاجتين كبار، هو الوايت بورد فيديوز وده المثال بتاعه، والجزء بتاع الاسئله اتكلمنا عليه. في حاجه تانية هتلاقي في حاجتين تانيين، هتلاقي في عندنا نوتس بتاعتنا حاجتين، بي دي اف فايل، النوتس بتاعتنا كلها موجودة على الموقع PDF فايل، ممكن تنزلها وتتفرج عليها على الموبايل بتاعك او على الكمبيوتر او تروح تطبعها. وهتلاقي فيه كمان فيديو للريدنج بتاع النوتس، للمذكرات نفسها بنقراها مع بعض لو في معلومة من المعلومات مش واضحة. وفي الاخر بتلاقي فيه سيكشن بيسموه الفاينل ريفيجن فيديوز، مجمع فيه الفارماكو دايناميك على بعض والفارماكو كاينيتيك على بعض والابزوبشن على بعض وهكذا. اتفقنا؟ تعالى ناخد مثال للريدنج بتاع السلام عليكم الفيديو. يا جماعه، احنا دلوقتي بنحاول نقرا معاكم الملزمه علشان لو في اي مصطلحات او حاجه بقت صعبه عليكم نقدر نفهمها ونفتكرها. اول صفحه عندنا في الفارماكو كاينيتكس فيها شويه تعريفات. انا مهتم شويه بالاورفان دراجز، وزي ما انا كاتب كده الاورفان دراجز ده يوزد ان رير يعني نادر، او انديميك ديزيز يعني مرض مزمن مستوطن منتشر في بلد فقيره ما تقدرش تدفع سعر الدواء الاساسي. الحاجه الثانيه اللي عاوزكم تعرفوها اللي هو الاو تي سي دراجز، ودي دراجز اللي بتصرف بدون روشتة. طبعا الكلام ده مش في كل البلاد، ولكن لازم عارفين الاو تي سي او اوفر ذا كاونتر، دي دراجز بي ديسبنسد. ده مثال لقرايه الملازم، ودي من الحاجات اللي ممكن تساعدك في الاول بالذات لما بتكون لغايه ما تتعود يعني على المصطلحات بتاعتنا. اتفقنا؟ ويبقى دي الاربع اجزاء اللي هتلاقيها موجوده في الموقع بتاعنا، والموقع بتاعنا ده بتاعنا احنا بس للفارما بس مش لأي مادة تانية، فإن شاء الله مش هيحصل فيها هانج يعني مش هيقع أو تحصل فيه مشاكل كتير، ولكن لازم طبعا يعني هقول لكم الطريقة اللي نقدر نستخدم فيها الموقع بطريقة كويسة، وإزاي تشتركوا فيها هتعرفوا إن شاء الله كل ده بعد كده. ومعلش طولت عليكم، وإن شاء الله نشوفكم فيري سون ونقدر نساعدكم في دراسة علم الفارماكولوجي.